من مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المغربية الرباط. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين. نبقى في الإطار ذاته، وينضم إلينا من العاصمة المغربية رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام الدكتور علي كريمي. سيد كريمي، مساء الخير، أهلا بك معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في نشرة التاسعة. هذا التكريم كيف تنظرون إليه، وما الذي يمكن تقديمه أيضا لفلسطين وتحت مؤتمر التحرر الذاتي للفلسطينيين إنتاج المعرفة المقاومة وأيضا ضد الأبرتايد؟ شكرا على الاستضافة. أعتبر أن هذه الجائزة، جائزة محمود عباس أبو مازن الخاصة بمناصرة الأكاديمي لحقوق الشعب الفلسطيني، هي أولا تكريم لهؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي مفخرة بالنسبة لنا، خاصة أن كما تعلمون أن المغرب، الشعب المغربي أساسا له في قلبه تكمن فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني من الضروري أن يتم نيلها إن عاجلا أم آجلا. فبالتالي كل المحاولات التي يسعى إليها الكيان الصهيوني من أجل ضرب هذه الحقوق وعدم منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، فهذه الأمور هي كلها قد تستتبع في تقديري الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هذا الشعب، مع العلم أن هذه الانتهاكات كما تعلمون يحرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، ويعاقبها ويجرمها. فبالتالي لابد من أن هؤلاء في يوم ما أن ينالوا عقابهم الذي يستحقونه. دكتور، يعني نتحدث عن أهمية الجهد الأكاديمي والأعمال الأكاديمية التي تصدر من مختلف جامعات العالم في إيصال السردية الفلسطينية الحقيقية للعالم أجمع. أهمية هذه الجهود، وعلى ماذا برأيك يجب أن تركز في الوقت الحالي؟ أولا أود أن أتحدث في هذا الموضوع فيما يخص المغرب بالأساس. نعم. يعني لدينا في المغرب سلسلة من الرسائل والأطروحات الجامعية التي تتعلق بقضايا حقوق الشعب الفلسطيني وبالتعريف أساسا بالقضية الفلسطينية. أكاد أقول أن جيلي تعلم مفهوم التعاطف وتأثر وعانق الأفكار القومية انطلاقا من ما نقل إلينا عبر فلسطين وعبر الحركات السياسية الفلسطينية، وخاصة سواء المنظمة فتح أو منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو الديمقراطية، منظمة الديمقراطية، الحركة الديمقراطية لتحرير فلسطين. عبر هؤلاء تأثرنا نحن وقتها كشباب في الجامعة بالفكر القومي العربي، وتشبعنا بمسألة القضية الفلسطينية وضرورة الدفاع عنها واعتبارها قضية وطنية بالأساس، وتم التشديد على ذلك، فبدأنا نتلمس هذا الطريق تأثرنا أولا ثم أثرنا وعطرنا كذلك طلبتنا في هذا الإطار. لا. فالعشرات الرسائل والأطروحات تتهم حقوق الشعب الفلسطيني وتهم القضية الفلسطينية مباشرة نقشت داخل مجموعة من الجامعات في المغرب، وخاصة طيب. في كل دكتور علي، اعذرني على المقاطعة فقط لضيق الوقت وعلى عجالة، ما الذي يمكن أن نقوله للمشاهدين عن مصطلح الدبلوماسية الأكاديمية المناصرة باختصار لو تكرمت دكتور؟ تفضل. هي الدبلوماسية الأكاديمية يجب إدخالها في إطار الدبلوماسية الموازية، يعني أن ما نقوم به، ما يقوم به الجامعيون، وأنا أشير هنا إلى بالخصوص الفلسطينيين
الأساتذة الفلسطينيين الذين يقومون بدور جبار في هذا المجال. فهؤلاء السفراء يمارسون تأثيرا دبلوماسيا قويا داخل الجامعات التي يوجدون فيها وهم اليوم أطر سواء في المغرب أو في الدول الأخرى. فبالتالي لهؤلاء دور كبير، نحن فقط نسير على هذا الدرب ونعمق ما يطرحه هؤلاء الأساتذة بشكل أكثر، فلهم دور كبير ويمارسون دبلوماسية شعبية موازية. شكرا لدكتور علي كريمي، كنت معنا من العاصمة المغربية، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.